شارك مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في الكونغرس العالمي حول الحوار بين الأديان، والذي تنظمه النيابة الرسولية لشمال شبه الجزيرة العربية التابعة للكنيسة الكاثوليكية تحت شعار إيجاد الجمال في الآخر. ويتضمن الكونغرس العالمي جلسات نقاشية تسلط الضوء على دور التعليم في مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التعايش السلمي، وأهمية بناء الجسور بين الثقافات والأديان لتحقيق السلام المستدام وغيرها من الموضوعات، في إطار الحرص المشترك على تبادل الأفكار والمعرفة الثقافية وتعزيز الوعي والتفاهم بالقيم الإنسانية المشتركة، وتأكيد أهمية الحوار بين الأديان في نشر قيم السلام والتسامح وبناء مجتمعات سلمية شاملة ومستدامة. وعرب سعادة السيد علي العرادي نائب رئيس مجلس أمناء المركز عن اعتزازه باستضافة مملكة البحرين لهذا المؤتمر في إطار التزامها الراسخ بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بإرساء قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر ودعم الحوار بين الأديان كضرورة ملحة لتعزيز روح التعاون والسلام ونشر قيم الرحمة والعدالة والمحبة والتآخي الإنساني ونبذ العنف والتعصب والنزاعات وتجاوز الاختلافات. طبعا مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي حريص أن يكون له دور في تنظيم مثل هذه الفعاليات وفي رعايتها، وكان لابد للمركز أن يدعم هذا الاجتماع الهام الذي يمثل كونغرس لتبادل الأفكار، خاصة وأن عنوانه هو إيجاد الجمال في الآخر. هذا الكونغرس والذي سيستمر إن شاء الله لمدة 3 أيام سيخرج إن شاء الله بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، يتحدث عن مواضيع مهمة. أهم هذه المواضيع ضرورة إيجاد حلول جذرية للنزاعات عبر تطبيق ما نطلق عليه التعايش السلمي. بلا شك أن المركز اليوم يحتفل باستقبال الكثير من الفعاليات الدينية أو القادة الدينيين لتعزيز صور التعايش، وهذه من أحد المجالات اللي يعني يصير فيها المركز هو الحوارات المباشرة. فلذلك إقامة الكونغرس الدولي اليوم لمختلف أتباع الأديان، خاصة في الظروف اللي يشوفها اليوم العالم، إحنا نحتاج اليوم للاستماع إلى الآخر أو لاستماع الآخر لنا كذلك، إن إحنا نسعى من خلال مركز الملك حمد لتعزيز هذه الصور وتعزيز العلاقات الإنسانية مع اختلاف الأديان. هذا يوم جميل من أيام البحرين لأننا فيه نبحث عن الجمال في الآخر. بعض الناس اعتادت أن تبحث عما هو سلبي وغير جميل في الآخرين المختلفين عنهم عرقا أو دينا، ولكن بفضل الله وبفضل الجهود الطيبة لكل الناس الموجودين في هذا البلد الطيب ينظم هذا المؤتمر بمشاركة ثلاث شركاء، ونأمل من هذا الحدث الجميل أن يكون له وقع على المجتمع البحريني. باعتقادي بأن هذا النوع من المبادرات يساهم في جمع الناس من مختلف الخلفيات الدينية معا للتوصل إلى تفاهم أفضل ومد جسور التواصل بينهم، خاصة في هذا الوقت الذي تتصاعد فيه حدة الصراعات في العالم. لذلك سنتحدث كثيرا عن خطاب الكراهية وكيفية التغلب عليه، خاصة في المدارس والمؤسسات التعليمية.